او القتل الرحيم ان انت بتختار المريض ولا بتختار الاهل. بمعنى ايه؟ دلوقتي هقول لكم على الحالات اللي هي بتختار الموت دي. واحد في غيبوبة بقاله 5-6 شهور وبعدين 5-6 شهور نايم. طبعا تقول لي هو في غيبوبة 5-6 شهور؟ ده في ناس نايمة بالسنين. انا مش عايز اقول الامير النائم ده 18 سنة في غيبوبة. مش عايز اقول مثلا شارون مثلا قاعد في غيبوبة كم سنة. ففي ناس بتقعد في المستشفى في غيبوبة سنوات طويلة. طيب هو في الغيبوبة بيتكلف قد ايه يعني؟ على الاقل 2000 جنيه كل ليلة، ما بين ادوية واجهزة محاليل ومش عارف ايه وتدليك صبح وبالليل، يعني بيكلف مش اقل من 2000 جنيه. انا شفت بعض المرضى قاعدين في العيادة المركزة مثلا 380,000 500,000، الناس باعوا الشقة اللي هم فيها وباعوا العيال وباعوا كذا وخرب بيوتهم. في الاخر يعملوا ايه؟ ما معناش فلوس، طلعوا المريض او ما يفصلوا عنه الاجهزة بيموت. دي الغيبوبة الطويلة. الغيبوبة الطويلة ربما تتحملها بعض الدول الغنية واللي لها انظمة تأمين، لكن دول فقيرة جدا مش هتستحملها. احنا 5-6 شهور المريض لا بيقوم ولا بيقعد، ما بنقدرش نكمل. لكن هم عندهم كمان المفروض ان موت جزء المخ او البرين ديس، ما دام المخ مات وهم عاملوا على جهاز استنشاء قلب ورئه ومش عارف ايه، لكن ما دام في برين ديس يعني المخ مات ده عندهم ترو ديس. لكن احنا عندنا في بعض الدول ما عندناش ترو ديس، احنا لازم الاثنين يموتوا، لازم القلب يتوقف ومين والمخ، لازم الاثنين. لكن في دول كثيره من العالم بيعتبروا ان البرين ديس بس، ان المخ لو مات بس ده اثبات وفاه، حتى لو القلب شغال والرئه شغاله والدنيا شغاله. لكن في بعض الدول بتقول لا يا جماعه احنا ما نقدرش نعمل ده الا بكذا. طب احنا راينا ايه؟ راينا طبعا ما دام المريض بيتنفس ولا وفي نفس طالع وداخل واجزائه سليمه وكذا وكذا، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعيد اليه الروح. طب امكانياتنا لا تسمح، امكانياتنا لا تسمح دي بقى مسائل خرجت من ايدينا، دي بقى حاجه ما فيهاش استفتاء. يعني ايه؟ يعني احنا بعنا الشقه وبعنا بعنا كل حاجه وبقينا على الارض نشحت بقى من عباد الله. طيب في حاجه تانية اللي هو اقرار قطع الثدي. واقرار قطع الثدي ده احنا قلناه انه الناس اللي بتقر هذا بتعمل قطيعه للابد وفراق للابد، يعني زول هذا فراق بيني وبينه. طب انا دلوقتي عندي الورم استفحل فعلا وكذا وكذا، الناس الاول بتعمل اشعاع بتعمل كذا بتعمل كذا، ولما يقولوا انه خلاص ده يعني باجماع الاطباء لا حيله فيه يبقى يشال وبموافقه المريضه نفسها. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا اسباب الالم الشديد اللي بيدفع الى القتل. ايه اللي يخلي الانسان عايز يموت نفسه يعني او عاوز يتخلص من الحياه؟ احنا قلنا في الحالات اللي هقراها لكم دي عندنا ناس مثلا واحد دخل فيه مثلا عجله او موتوسيكل في ظهره فعمل له شلل رباعي، فشلل رباعي بقى هو نايم. ويمكن الحكايه دي مشهوره قوي عن واحد اسمه ماريو، فبقى عنده شلل رباعي لا بيشيل ايده ولا بيشيل رجل ولا بيقدر يروح حمام ولا بيقدر يعمل، الناس هي اللي بتغسل له وبتنظف له كده. فده اختار الموت الرحيم، يعني هعيش اعمل ايه؟ ما لو العلماء او الاطباء قالوا له ان في امل انك تقوم كان اختار الحياه، لكن هو مش هيختار يقعد سنين طويله نايم على ظهره لا بيقدر يقوم ولا يقعد ولا يروح الحمام، فهو يختار الموت. طيب ايه بقى اهم الاسباب؟ اول حاجه استخدام مثبطات المناعه. زي ايه؟ زي الميزوتريكسيت والبلاكونيل والهيدروكين، ودي دول بيدوها في امراض الايه؟ الزئبه الحمراء والروماتويد. الامراض مثبطات المناعه دي بتعمل ايه؟ مثبطات المناعه دي بتبوظ المناعه خالص، يجي اي فيروس يدمر الناس. يعني ناس عندها روماتويد وبتعجلها شويه كورونا دخلت المستشفى ماتت، ليه؟ لان مفيش مناعه. مين اللي بوظ المناعه؟ المثبطات دي. ايه تاني؟ عندنا كمان العلاج الاشعاعي والكيماوي. الاشعاعي والكيماوي اللي انت بتاخده زي ما بيكسر خلايا من السرطان بيكسر برضه معاه خلايا من الايه؟ من الجسم، مش كده ولا ايه؟ فبيخلي الجسم كله ما فيهوش مناعه خالص. طيب تعال نقول ايه تاني غير كده؟ عندنا التوتر والخوف الشديد. كل ما الانسان بيخاف اكتر كل ما يموت اسرع. يعني في تجارب هنا موجوده عملت الابحاث هنشوفها، ان في واحد كان محكوم عليه بالاعدام وبعدين قالوا ان احنا هنعمل بحث. البحث ده قال له ايه؟ قال له انا هعمل لك جرح في ايدك والجرح ده هينزل ميه وانت هتتصفى وتموت بعد ساعتين. الراجل ده محكوم عليه بالاعدام، فهو جاب له خرطوم ميه بدرجه حراره لزقه في جسمه بدرجه حراره قريبه من حراره الجسم، وغمى عينيه وخلى قدامه حاجه تنزل ميه وينقط نقط 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 كده. بعد ساعتين الراجل مات. فده يعني زي ما نشوف انه التوتر الشديد والخوف الشديد ممكن يؤدي الى الموت. يعني مش عايز اقول لك ان واحده ست
قالوا لها ان بنتك دخلت المستشفى عشان تسيل صدرها، وبعدين مجرد ان قالوا لها بنتك دخلت تسيل صدرها حزنت زعلت وقعت توفاها الله. يعني البنت خرجت المستشفى والام اللي سمعت الخبر من الخوف الشديد مات. اذا الانسان ممكن يموت من الخوف الشديد. لا مفيش مرض مناعي بيموت الناس، بيموتوا من الاثار الجانبيه لامراض المناعه، بس عشان ما نقولش فيه مسلمات، لانه في ناس خدت كورتيزون ففشفش لها العظم وشرط لها الجلد فلازم تاخد بديل. خدت بالك في ناس خدوا اميوران سبب لها مشاكل كبيره جدا في الكبد وفشل كلوي. في ناس كتير خدوا البلاكونيل عمى عينيه. في ناس كتير خدوا الميزوتريكسيت بوظ الكلى وكبد. فاللي انا عايز اقوله لك انه الامراض العاديه او الالام العاديه كان ممكن نعملها فيزيوثيرابي، كان ممكن نعملها حاجات كتير جدا، انما ان انا اخد الادويه دي سنوات عمري انت قضيت على مناعتك. انا 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 مش بغير طب ولا بقول لك كذا ولا كذا، انما بقول لك في استبدال لانواع من الادويه اخف ضررا، زي مثلا الادويه اللي بياخدوها التيكيتول والديباكين، وهو الناس بتاخدها زي الميه الساقعه، ده دي بتبوظ الجهاز العصبي خالص خالص، بتعمله تليف، بتعمل زهايمر في الاخر. ومع ذلك يقول لك امال نعمل له ايه؟ ما هو بيجي له نوبه وتشنجات، يعني يجي له تشنجات في الشارع عربيه تموته؟ انا اعتقد العربيه وموتته هو بصحته وبعقله ارحم ما يبقى ابسي. طيب تعال نشوف ايه تاني عندنا. عندنا مثلا مرض الايدز للاسف الشديد، يعني انا بقرا احصائيه امريكيه عن الامراض بتاعه الايدز والامراض الجنسيه وكده، لقيت حاجه غريبه جدا. لقيت انه اللي موجودين عندهم 45 مليون مصاب، وال45 مليون دول بيزدادوا كل سنه، بيزدادوا كل سنه كام؟ 12 مليون. 12 مليون كل سنة زيادة. ال 12 مليون اللي بيزيدوا كل سنة دول بسبب ايه؟ بسبب الحرية اللي احنا بنديها للناس زيادة عن اللازم. يعني بنقول للناس ايه؟ اعملوا اللي انتوا عاوزينه وعادي، وفي حبوب منع الحمل وفي كبسولات وفي مش عارف لوالب من انتوا عاوزين. لدرجة انه الراجل بينكوس اللي هو اخترع حبوب منع الحمل بيقول اليوم تستطيع اي فتاة ان تمارس الجنس بحرية. يعني انت فرحان ان انت بتعصي ربنا، زي ما هنشوف الدكتور دلوقتي دكتور بيخترع كبسوله للانتحار. المفروض ان الدكتور ده ربنا جعله وسيله للرحمه عشان يساعد الناس على الحياه مش على الموت. يعني هنشوف حاجات غريبه جدا. الايدز ده نتيجه الحريه الجنسيه ونتيجه الشذوذ. يعني نتيجه شذوذ يعني العلاقه رجل برجل وامراه بامراه، وعاوزين يفتحوا ده للعالم، وعاوزين يعملوا ده في ببرامج الاطفال وديزني لاند، وعارفين ان دول كتير جدا منعت افلام الاطفال مش عارف فيها قبله ما بين بنت ومن منعوا الكلام ده حضرتك. يعني في دول كتير بدات تمنع هذه الافلام. طب انت بتعمل كده ليه؟ انت بتنشر الفاحشه ليه؟ طيب مرض في عندنا السيتوميجالو فيروس مثلا. السيتوميجالو فيروس ده موجود في ناس كتير قوي، ولكن بعد فترة من الاميونوسابريسور دراجز او الادوية المثبطة المناعة ينشط السيتوميجالو فيروس ويبوظ كله بقى، يبوظ رئة وكبد وكلى وجلد وكله لعنة، مع ان هو خامل في الناس العادية كلها. طيب عندنا العن من ده الفطر الاسود بقى. الفطر الاسود ده يعني اللي مكتوب عنه في مراجع الطب قليلة، لكن جالي مرضى العيادة، والله العظيم جالي مرضى العيادة الفطر الاسود ده اكل عينيهم واكل العظم، يعني بياكل حاجه كده لا يصدقها عقل. ناس كان عندها ايمونوسابريسور دراجز، خدت ادويه مثبطه للمناعه، فالمناعه وقعت، فالفطر الاسود كلهم، كل عينيهم وكل الفك وكل المجزيلري بون. والله العظيم يا جماعه انا شفت حاجات تشيب. طيب ايه تاني عندنا كمان غير الفطر؟ من الذي يجب عليه عمل تحاليل فيروسات الايدز؟ طبعا اي بني ادم، اي شاب، احنا للاسف الشديد عندنا شباب ربنا يسامحهم يعني من ضيق ذات اليد وعدم تشجيع الزواج، والمسائل بقت فري، وانك انت يعني تقدر تمارس هي ممارسه واحده، وكل سنه وانت طيب تتشرف في المستشفى تعمل تحاليل ايدز، تعمل تحاليل بتاع ده سيفلس زهري، تعمل تحاليل جونوريا سيلان، تعمل تحاليل كتيره قوي. واي واحد يثبت عنده مرض واحد جنسي لازم يعمل بقيه التحاليل كلها، لانهم كلهم بيجرجروا بعض. طيب يبقى اذا اصبت بمرض جنسي واحد، افرازات، التهابات، اي نيله، لازم تعمل كل تحاليل بتاعه الجونوريا، السيلان، بتاعه السيفلس، بتاعه الزهري، بتاعه الايدز، حتى بتاعه الهربس، بتاعه كل الفيروسات اللي ممكن تنتقل السكشوال ترانسميتد ديزيز. اذا اصبت بمرض واحد لازم تعمل كل تحاليل.
اذا عملت علاقه واحده غلط لازم تعمل ده بسرعه تلحق نفسك، والا هتفاجئ بانه كله ضرب كلى وكبد ورئه، الله اكبر، بتوصل لدرجه العمى والله. يعني بيجي لنا ناس العياده عميت